ياسويكان. قصة جديدة وحلمة أخرى اليوم في ياسويكان. حلمة شخص صنع لنفسه قصة نجاح من عدم وأعطى للعالم درس يتلخص في جملة واحدة. جملة تقول لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. باش نحكي اليوم في ياسويكان على رجل الأعمال الناجح والملياردير الأمريكي كلايد بيزلي. تولد كلايد بيزلي بالولايات المتحدة الأمريكية في عائلة فقيرة وفي واحد من أكثر أحياء أمريكا فقر وانتشار للجريمة. الوالد كان يعمل موظف والأم ربة بيت. في عمر 5 سنين قرر والد ووالد كلايد بيزلي تسليمه الملجأ حكومي حتى يتكفل بتربيته بسبب عدم قدرتهم على توفير أبسط المستلزمات اللي يحتاجها طفل في سنه من جهة وحالتهم الصحية المدهورة الناتجة على إدمانهم لاستهلاك كل أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية من جهة أخرى. عاش كلايد بيزلي في الملجأ حتى عمره 12 عام قرر بعدها باش يغادر الملجأ بصفة نهائية بسبب عدم قدرته على التعايش مع قواعد الانضباط الصارمة اللي كانت مفروض عليه. هروبه من الملجأ وعايشه في الشارع كانت البوابة اللي دخل منها كلايد بيزلي لعالم الانحراف وين أدمن المخدرات واحترف السرقة والإجرام. وقضى كلايد بيزلي فترة طويلة من حياته في التسكع بين الحدائق العامة ومحطات المترو وين احتك بصفة كبيرة بأخطر المجرمين وتجار المخدرات. ومع الوقت ولا كلايد بيزلي واحد من أشهر المجرمين في ولاية شيكاغو تعرف بعدوانيته الكبيرة وأصبح سبب رئيسي في ترويع وتخويف الناس. علاقة كلايد بيزلي بالإجرام ما وقفتش عندها الحد. حاجته الكبيرة لتوفير أكثر ما يمكن من أموال بسبب حالة الإدمان اللي كان يعيشها خلته يقرر باش يحترف تجارة المخدرات. وفي وقت قصير صار كلايد بيزلي يترأس واحدة من أخطر عصابات المخدرات في أمريكا وظهرت عليه علامات فرع الشيء اللي خلاه محل تتبع من السلطات الأمنية في أمريكا. في عمر 26 عام تم إلقاء القبض على كلايد بيزلي بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 11 عام. تواصلت علاقة كلايد بيزلي بالإجرام حتى في السجن وين انضم لوحدة من أخطر المجموعات الإجرامية وواصل حتى استهلاكه للمخدرات بسبب حالة الفساد الكبيرة اللي كانت تعرفها المنظومة السجنية. عمر 32 عام تعرض كلايد بيزلي لمحاولة قتل داخل السجن نجا منها بأعجوب على يد واحد من المسجونين المنتمين لمجموعة تعرف باسم اللاتينوس واللي كانت في عداء مستمر مع مجموعة المجرمين السود اللي كان ينتمي لها كلايد بيزلي. حادثة خلت كلايد يعيد حساباته ويتساءل على الطريق الخاطئ اللي سلكه في حياته وعلى المصير الحتمي اللي يستنى فيه في حال واصل يعيش بنفس الطريقة وخذ على نفسه عهد باش يقطع كل صلة ليه بعالم الإجرام. بعد لنجاب عجوبة من محاولة قتله طلب كلايد بيزلي من إدارة السجن معالجته من مشكلة الإدمان اللي كان يعاني منها وعاش فترة صعيبة دامت أكثر من 9 أشهر خلص بعدها من كل رغبة في استهلاك أي نوع من المواد المخدرة. عاش فترة سجنه المتبقية بين مطالعة الكتب وممارسة الرياضة وأصبح من أكثر السجناء مثالية في تصرفاتهم وانضباطهم إلا أنه كان متخوف بصفة كبيرة من مستقبله بسبب تقدمه في السن وعدم إتقانه لأي مهنة أو حرفة تمكنه من كسب المال بعد ليكمل يقضي ما تبقى له من عقوبته في السجن. كلايد بيزلي قال كنت دائما شارد الذهن وبقدر ما كنت أرغب في مغادرة السجن بقدر ما كنت أشعر بالخوف من المجهول الذي ينتظرني. فتيلة 30 عام لم أحترف أي مهنة إلا السرقة وتجارة المخدرات. ديسمبر 1999 كانت مجموعة كبيرة من المسجونين التابع في مقابلة جولف في غرفة مخصصة للترفيه وسط السجن لكن مقابلة الجولف تم توقيفها بسبب هطول الأمطار. ولاحظ كلايد الاستياء الكبير اللي كان عند المسجونين حتى أنه واحد منهم كان يتسائل على سبب عدم وجود لعبة تمكن الناس من ممارسة رياضة شبيهة بالجولف على غرار فكرة تنس الطاولة اللي كانت متأتية من لعبة التنس الأصلية. جملة ولدت عند كلايد فكرة تحولت الحلمة مثلت المنعرش في حياة كلايد بيزلي. هات نشوفه كيفاش وفات حكاية بائع المخدرات اللي كان محكوم ب 11 عام سجن. ثلاثة سنوات كانت هي الفترة اللي قضاها كلايد داخل السجن في إعداد رسوم وتحضير تصاميم طاولة لعبة الجولف على غرار طاولة البلياردو المعروفة بيار أمريكان. وفي 2002 تم إطلاق سراح كلايد بيزلي من السجن بعد لقضى 3/4 مدة العقوبة لحسن السيرة والسلوك. ومن أول يوم ليه خارج السجن شرع كلايد في تنفيذ فكرته على أرض الواقع. شرى كل مستلزماته من أدوات ومواد أولية بقيمة $400 كان المبلغ اللي تقدمه هيئة السجن لكل مسجون حتى يتمكن من تصريف شؤونه في أول أيامات ليه خارج السجن.
في ظرف أقل من أسبوع تمكن كلايد من تجسيد فكرته على الطريقة اللي حلم بها، وقام بدعوة كل أبناء حي وتجربة لعبة الجولف اللي ابتكرها، ولقت الفكرة إعجاب كل الناس. وقتها بدأت رحلة تحدي جديدة، رحلة البحث على طريقة لتسويق فكرته والحصول على التمويل اللازم. وقصد كلايد كل الجهات اللي من ممكن باش تتبنى هالنوع من الأفكار. جاب أكثر من 20 ولاية أمريكية، واتصل بكل نوادي الرياضة والترفيه وحتى الجامعات والشركات، ولكن في كل مرة كانت الإجابة بالرفض. حتى اليوم اللي اقترح عليه واحد من أصحاب المحلات اللي زارهم طرح فكرته في معرض الابتكارات الرياضية اللي تم تنظيمه كل عام في مدينة لاس فيغاس. تحول كلايد لاس فيغاس وقام طرح ابتكاره على كل الشركات الموجودة في المعرض، وكانت المفاجأة الكبيرة. مسؤولية واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في هالنوع من المنتوجات انبهروا بالمشروع اللي تقدم به كلايد، وقرروا تبني الفكرة والبداية في تسويقها في ظرف 6 شهور. وأمضى كلايد عقد يتحصل بمقتضاه على نسبة من المرابيح على كل طاولة جولف يتم بيعها. بدأت التقارير والبرامج التلفزيونية تحكي على الأقبال الكبير اللي لقاته طاولة الجولف. في عام 2005 جاوزت المبيعات مبلغ 50 مليون دولار. قررت بعدها شركة التسويق اللي تبنت المشروع تسويق اللعبة في كل البلدان اللي تحظى فيها لعبة الجولف بشعبية كبيرة. وقتها ضعف حجم المبيعات وبلغت أرقام قياسية، وفي ظرف أقل من 5 سنين تحول كلايد بيزي من شخص مفلس الواحد من أنجح وأثرى رجال الأعمال في أمريكا. كلايد بيزلي هو اليوم إلى جانب كونه رجل أعمال ناجح محاضر في التنمية البشرية، بعد تحصل على شهادة في هالاختصاص، وأصبح يقضي كل وقته في إلقاء المحاضرات والبحث على تحفيز الناس وبعث الأمل فيهم، وخاصة في الأوساط الإجرامية والأحياء الفقيرة اللي تربى فيهم. وفات حلم كلايد بيزلي اللي قام تأسيس واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية المختصة في إعادة تأهيل وإدماج المسجونين السابقين في المجتمع. صحيح أنه قصة نجاح كلايد بيزلي ما سبقتهاش رحلة كفاح كبيرة، لكن كلايد كان عنده استحقاق في النجاح اللي عارفه. يكفي أنه قف في لحظة فارقة من حياته، واجه نفسه وغير مسار حياته بالكامل. حلمة اليوم هي عبر لكل واحد سلك طريق خاطئ في حياته، حلمة تقول راه الوقت ما فاتش، ومهما صار تنجم تتعلم من اللي تعدى وتبدأ حياة جديدة. وكيما كلايد كلمة تنجم تتحول الفكرة وتولي حلمة تغير لك مجرى حياتك. حاجة برك تذكر أنه كل يوم تعيشه هو فرصة عطاها لك ربي باش تصلح وتحسن وتحقق أحلامك. غير أمن بروحك، انجز، احلم، وقول يس وي كان.